الرعايه. موسم الشتاء بلش ومعه بلش الخوف من الفيروسز واهم الجريب يلي بينتشر بكثره خلال الفتره. الخبريه الحلوه انه في عدد كبير من الماكولات بتقوي مناعتكم وبتبعدكم عن هالمرض، مثل الجينجر يلي هو من اهم المنتجات يلي بتحارب الجريب. تناولوه مع الشاي او الاعشاب. فيتامين سي طبعا يلي موجود بالحمضيات على انواعها، بالفليفل، البطاطا، الفريز والاناناس. كمان السوائل مهمه كثير لمحاربه الجريب واهم المي، ومن الافضل تكون معدنيه. شوربات على انواعها وخاصه شوربه الدجاج بتحارب الفلو لانها بتحتوي على بنسلين طبيعي وبتساعد على فتح مجرى التنفس. مين قال افضل نقوي مناعتنا باشياء طبيعيه مثل الايكيناسيه والماكولات؟ انا قال. شوفكم بكره.